هذا كتاب سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، المجلد الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، الجزء الثالث، الصحيفة 18. الإمام السيوطي يشرح حديث الجارية، يقول: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال النووي: هذا من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان، أحدهما الإيمان من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وتنزيهه عن سمات المخلوقين، والثاني تأويله بما يليق به، فمن قال بهذا قال: كان المراد بهذا امتحانها، هل هي موحدة؟ تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء، كما إذا صلى له المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء، كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين، كما أن الكعبة قبلة المصلين. هذا شرح حديث الجارية بكلام العلماء أمثال السيوطي وأمثال النووي رحمهم الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.